كانت جلسة مثمرة لأنه حصل نقاشات فنية وإدارية على مستوى عالي، وإحنا استفدنا وقدرنا نوضح رؤيتنا للمرحلة المقبلة إن شاء الله. لو كان لينا نصيب مع النادي الأهلي، دايما في تعاون. النادي الأهلي هو أكبر نادي في ألعاب المية، هو النادي الأول يعني في كل الألعاب، فتعاوننا معاه إن شاء الله في المرحلة الجاية يبقى تعاون مثمر إن شاء الله. إحنا الحقيقة يعني بدأنا 2008 ومستمرين في التطوير، زي ما أنا برضو عملنا البرزنتيشن بتاعتنا ان احنا اول ميداليه عالم كانت من 1910 معانا، اول ميداليه كاس عالم، اول ميداليات في الغطس في العالم، كل ده الحقيقه ظهر من 2008. فحتى الناس لما بتتكلم بتقارن نتائجنا بنتائجنا، لانه قبلنا، مش بقلل من النتائج اللي قبلنا، كانت نتائج فرديه افريقيه وعربيه، انما احنا نتائج عالميه ونتائج كبيره يعني، والتاريخ مسجلها. فهنحاول ان احنا يعني نطور برضو شوية من نفسنا، نوصل لميدالية أولمبية ان شاء الله. انا دايما بسمي النادي الاهلي زعيم العاب الماء في مصر، دي حاجة مش خافية علينا كلنا بمختلف انتماءاتنا. النادي الاهلي نادي كبير جدا في العاب الماء، ومجلس ادارته الحقيقة مهتم جدا باللعبة. عدد الممارسين في النادي الاهلي كبير، كل افرع العاب الماء النادي الاهلي مشارك فيها، فوجدنا الحقيقه اهتمام مفصل من مجلس اداره النادي الاهلي وبالذات كابتن محمود الخطيب، انه بيسالنا عن توقعاتنا وتصوراتنا وخططنا الفتره اللي جايه، اسئله في منتهى الدقه والاهميه. الحمد لله احنا مغطيين كلام كتير من اللي الكابتن قاله، والحقيقه برضو خدنا منه نصايح غاليه جدا جدا، ان شاء الله هتفيدنا في حاله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز. بناء سباح اللي يوصل لمستوى عالمي ومستوى اولمبي بياخد وقت، عشان كده احنا نفسنا نبتدي. يعني مع احترامي للجميع، في ناس موجوده في اللعبه بقى لها 16 و20 سنه، قد الدور اللي عليهم بنشكرهم، ونتمنى ان يكون في دم جديد وفكر جديد، قد يكون ان ده يكون في مصلحه السباحه المصريه والرياضه المصريه كلها.